فيه كانت متسارعة الدقيقة الثانية من الشوط الثاني، الدقيقة 47 من المباراة، حملت في طياتها هدف ماهر الحناشي بعد عرضية مميزة من علي معلول، ثم الترجي يرد بقوة الساع ساعين في الدقيقة 65، هدف التعادل بإمضاء أسامة الدراجي. دقيقة واحدة بعد ذلك العكيشي على طبق من ذهب لإدريس المحيرسي البديل الذي يسجل ثاني أهداف الترجي. التاريخ يعيد نفسه لسيباستيان دو سابر أمام حمادي دو مدرب صفاقسي بعد أن لعب المدربان ضد بعضهما البعض في الدوري التونسي لمرة واحدة في ديسمبر الماضي. يكرر دو سابر